لعبه معينه النهارده فين يجيب عمر برضه الباك ليفت مش موجود. كابتن حسام عنده طريقه بالنسبه له اللي هي سحب الباك رايت بالنسبه لي وكور معاكسين من ناحيه اسامه عاشور. هم راحوا في الشوط الاولاني دي انا طلبت الموقف اللي كان عندي عيب اللي هو بوكا مش موجود معايا وعنده عثمان. كان في عنده ثغره في الحته دي استغلها محمود استغلها كويس جدا. فالجول اللي جه في الدقيقه 45 ده واحد من كنت نفسي يعني عمل لي شويه احباط. انما الشوط الثاني احنا بالنسبه لنا هو صالح الدين بالنسبه لنا بصراحه نص الملعب ما عدا كره واحده احمد رؤوف اللي هو كره عزم انا بشبشه وكنت بتكلم عن احمد رؤوف لان فعلا استرايكر من استرايكر اللي عليه جدا يعني في الشوط الثاني وانا برضه واحنا بنلعب هجوم كان ممكن واحده بس في الكرتون الثاني لما انت ليك حوالي اربع خمس فرص في حاله الجول يعني رمزي صلاح طلع